من طهران أرحب بالكاتب الباحث السياسي الأستاذ مصدق بور. مرحبا بك أستاذ مصدق. ما الذي يجعل طهران تحتج؟ والفعل من جنس الفعل، هي قامت أيضا باستهداف جماعات معارضة، وهي قضية تاريخية قديمة، وهي قومية البلوش، وباكستان ردت بذات المبرر، فلماذا تحتج إذن طهران على هذه الضربات الباكستانية وهي من بدأت؟ نعم، هي فعلا هي من بدأت، ولكن يعني قبل ذلك يعني هي تعرضت إلى أكثر من عملية يعني من خلال الأرض الجماعات المسلحة المتواجدة على الأرض الأفغانية أو الأرض الباكستانية. يعني الآن كما سمعتم أنتم، يعني كان هناك في شيراز في مرقد أحد المرجعيات الشيعية الإسلامية، وأيضا في مناطق متعددة يعني باستمرار يتعرضت. الحكومة الباكستانية متفهمة لهذا الموضوع وغير قادرة على ضبط الوضع. أنا أعتقد يعني إيران تحتاج، أو حتى باكستان تحتاج كما قلت سابقا، يعني هذا مواقف دبلوماسية فقط، يعني ربما للاستهلاك الداخلي، يعني هذا شيء طبيعي. يعني ما هو مدى موضوعية ومنطقية الاحتجاج؟ والمبرر هو ذات المبرر، إن كانت طهران قد تحدثت عن نشاط لجند الله وأنها متضررة، وبالتالي هي قامت بهذه الضربة، باكستان ردت وقالت أيضا أنها استهدفت البلوش، هذه المرة جيش تحرير البلوش لأنه يقوم بذات الأعمال، وربما باكستان كانت أكثر دقة في تنفيذ ضرباتها ولم يسقط مدنيون كما حدث بالنسبة للضربة الإيرانية. حد الآن يعني يحكون بأنه لم يسقط سقط مدنيون يعني في الهجوم الإيراني، ربما هذه المعلومة غير دقيقة. هم دائما يقولون، طبعا الإرهابيين هم يتواجدون في أماكن يعني مع أسرهم أيضا، يعني وبالتالي هذا الشيء يحصل، يعني هذا الشيء يحصل، يعني أحيانا يقتل طفل ولكن لا يقتل يعني 24 طفل وامرأة في غزة، هذا الشيء أيضا وارد. والدماء الإيرانية أيضا ليست يعني خصم من دماء هؤلاء الإرهابيين. وبالتالي يعني كما يشير الكثيرون، هل يفهم أن هذا الرد بهذه القوة لقضية تاريخية متواصلة ولنشاط للبلوش هنا وهناك على حدود ممتدة، وكانت المسائل مستمرة عادية ولم تقصف إيران بالصواريخ والمسيرات باكستان، هل هذا الموضوع مرتبط بغزة، خاصة أن إيران تحدثت عن دعم هذه المرة للموساد أو لإسرائيل للبلوش، يعني وهذا ما لم يحدث سابقا سيد مصدق؟ نعم صحيح، يعني ربما هناك رسائل متعددة يعني أرادت إيران من خلال هذه العملية، يعني هي تضرب ثلاث نقاط في ثلاث اتجاهات جغرافية مختلفة. هذا يعني يعكس قدرة إيران على التحدي، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها، وهي يعني احتفظت لنفسها حق الدفاع وانتظرت وحلت بالصبر وضبط النفس. لكن عندما لاحظت يعني كل هذه الجرائم يعني ترتكب ضد الإيرانيين، يعني العمليات الإرهابية في الداخل ازدادت بشكل كبير، يعني خاصة في الحدود الجنوبية الشرقية لإيران، وأيضا من صوب إقليم كردستان، وأيضا حتى في عمق بقية المدن الإيرانية. وبالتالي إسرائيل، أيضا إيران ترى أن إسرائيل تقف وراء هذه العملية، وبالتالي هي خبأت كل هذه الأمور وقررت أن تنتقم دفعة واحدة. وقيل لها قادة عسكريون سواء في سوريا أو حتى في سيستان وبلوجستان، يعني في نفس هذه المنطقة. يعني هل هذه معلومة جديدة أو نشاط جديد لإسرائيل والموساد في هذه المنطقة واكتشفته في هذا التوقيت تحديدا طهران؟ سأعود إليك للإجابة على هذا التساؤل. اسمح لي أن أرحب من إسلام أباد بالدكتور عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية. كيف تنظر باكستان للذريعة والاتهام الإيراني بأن البلوش هذه المرة مدعومون، وما قاموا به من أعمال أخيرة مستغلين الحدود، مدعومون من إسرائيل وليس كما جرت العادة في هذا الصراع التاريخي، يعني ووجود المعارضات هنا وهناك يعني على الجانبين في الحدود؟ العلاقات بين باكستان وإيران ظلت ودية جدا على مدى التاريخ. لم نشهد أبدا مثل هذه التوترات إلا منذ حوالي 4 أو 5 سنوات. هذه السنوات طبعا شهدنا فيها
هجمات من جانب إيران لجبهة تحرير بلوشستان، هي انفصالية تود الانفصال من باكستان. هذه طبعا نحن شكونا، قدمنا الشكاوي لإيران عدة مرات بأنها تسمح بملاذات آمنة للانفصاليين، تسمح لهم بأن تتخذ من أراضي إيران كمنطلق للهجمات ضد باكستان. ولكن طهران تتهم إسلام أباد أيضا بهذه الملاذات الآمنة لجند الله، يعني وهي أيضا تمارس بعض الأعمال في الإقليم، يعني إقليم سيستان بلوشستان. نعم، تلقينا شكاوى مماثلة من إيران أيضا أن هناك جهات كثيرة، وهي على سبيل المثال تتهم جيش العدل بأنها تنطلق من أراضي باكستانية. نحن إذن أرسلنا وفود للجيش، لجهة الاستخبارات العسكرية، وكنا على وشك الوصول إلى اتفاقية بأننا يجب أن نتبادل المعلومات الاستخباراتية ونشير للدولة الأخرى بأماكنها وبالمعلومات التي تتوفر لديها لكي تتخذ نفس الدولة الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاعتداءات. وقبل أسبوع كان وفد استخباراتي في طهران، وحتى قبل يومين من هذا الحادث كنا نجري مناورات بحرية مشتركة، وتمت طبعا لقاءات مع كبار القادة السياسيين. يعني هل لديكم تفسير في قراءات المراقبين وأنت أحدهم لما فعلته إيران هذه المرة، خاصة أنها لم تتحدث هذه المرة عن دعم وإيواء لهذه الفصائل المعارضة للنظام في طهران، تحدثت عن دعم إسرائيلي لها هذه المرة، وبالتالي هي قامت بهذه الضربة بهذه الطريقة المختلفة والفريدة لأول مرة، مسيرات وصواريخ. هذه أول مرة يعني غير مسبوقة بأن إيران تلجأ لانتهاك سيادة باكستان وأجواءها، الغلاف أو مساحاتها الجوية. هذه أول مرة تقوم إيران بمثل هذه الانتهاكات. دائما كانت الشكاوى تقدم للطرف الآخر، والطرف الآخر طبعا ينظر في هذه الشكاوى ويبحث عن، يتقصى عن الجهة المتورطة. نحن فعلا فوجئنا هذه المرة أن إيران دولة صديقة وشقيقة هي تلجأ لمثل هذه الانتهاكات، لا تراعي حرمة الجوار وتخرق المجال الجوي لباكستان. طبعا هذا شيء غير مسبوق وكانت مفاجأة كبيرة. وبالتالي يعني تبرير الرد الباكستاني أيضا، يعني الذي اخترق الحدود وبالصواريخ وقام بهجمات على ذات القومية البلوش، يعني هذه المرة من جهة باكستان جيش تحرير البلوش والذي يناهض السلطة في إسلام أباد ويبحث عن الانفصال كإقليم. باكستان طبعا هذه المرة اضطرت على القيام بمثل هذا العمل، لأن باكستان لم تسمح أبدا لأي دولة جارة تخترق أجواءها أو تنتهك سيادتها الإقليمية. إيران تعرف جيدا أن الهند التي جيشها هو 4 أضعاف جيش باكستان، وتسليحها هي دولة نووية، تسليح أكثر ب5 مرات من تسليح باكستان. لكن عندما اخترقت حدود باكستانية قبل 2 عامين، نعم، باكستان عملها بقسوة جدا. فهذا ليست باكستان أنها تسمح لأي دولة بانتهاك سيادتها الإقليمية. نعم. وخاصة من إيران لم نكن نتوقع مثل هذا الشيء. نحن فعلا فوجئنا، لأن لقاءاتنا كانت تتم ووفودنا كانت. نعم. اسمح لي أن أنقل كل هذه النقاط للسيد مصدق بور. سيد مصدق،
هل أخطأت إيران التقدير حينما قامت بمهاجمة باكستان وردت باكستان بأني لست العراق الذي سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن، ولست سوريا التي تحتفظ دائما بحق الرد، وعليكم إن أردتم أن في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت أن تضربوا إسرائيل بشكل مباشر يعني، فردت باكستان بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد يعني أولا هناك مشكلة، يعني مشكلة قائمة، وفعلا كما تفضل الضيف أنا أتفق معه في الكثير من النقاط التي طرحها ضيفنا العزيز المشارك في هذا البرنامج. أولا المشكلة يعني إيران وصلت إلى نتيجة وشعرت بالإحباط، هي صحيح يعني تشعر أن هناك نوايا يعني إيجابية لدى الحكومة الباكستانية، ولكن نفس هذه الحكومة تقول أن الجيش الباكستاني مخترق يعني في المناطق الحدودية بحكم يعني العلاقه الاثنيه القوميه بلوش باعتبار يعني هم يمررون مخترق من قبل من؟ هل تقصد اسرائيل يعني التي قدمتها طهران كذريعه لهذه الضربه؟ لا مخترق من قبل يعني هذه جماعات المناوئه لايران البلوشيه، فهي تتمكن يعني بواسطه هذا الجيش وعن طريق هذا الجيش عناصر من هذا الجيش. انا لا اتهم يعني الجيش الباكستاني، لا أقول كل الجيش الباكستاني، وبالتالي إيران وصلت إلى هذه النتيجة. يعني إيران تعرفت أولا يعني منذ 40 سنة وأكثر أو أقل قليل يعني منذ 3 عقود ربما، يعني باستمرار كانت هناك مشاكل حدودية كثيرة، يقتل دائما حرس الحدود الإيراني، ولكن إيران وهذا مفهوم، هذا هو السؤال سيد مصدق، دائما ما ترد طهران وتجري بعض العمليات وكذا باكستان ولم يحدث يعني اعتراضات، ولكن هذه المرة طهران لم تقل أن الموضوع متعلق بالبلوش أو باختراق للجيش الباكستاني، قالت أن اختراقا وتعاونا مع إسرائيل. نعم نحن لا نستطيع، يعني أنت تصل دائما يعني تسألني أنه موضوع إسرائيل وكأنه إسرائيل بريئة، لا إسرائيلية تدخل، ولكن إسرائيل ليست هي المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية على الأخوة البلوش يعني ناس فقراء معدمين لاهتمام مناطقهم سواء في إيران أو في باكستان، وبالتالي هذا الفقر والفاقة والحرمان هو الذي يسمح للإرهاب أن يعشعش، ويسمح لإسرائيل وأعداء البلدين أن يتدخلوا ويتوغلوا في هذه الأرض. يعني المشكلة يجب أن تحل من الجذور، وليس يعني محاربة مجرد أنه لا، هناك أسباب تدفع بهؤلاء، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه النقطة بالدرجة الأولى. إيران وقفت دائما إلى جانب باكستان، موضوع كشمير القسم يعني الإسلامي والقسم الهندي، إيران دائما حتى هذا اليوم يعني إيران دائما تدعم الحركة الإسلامية الكشميرية، نعم، وتدعم باكستان في هذا المجال. والقضية أن العدو واحد، وهذا هو محور الغرابة والتساؤل، يعني قومية البلوش هناك بالنسبة للنظامين هي مجموعة معارضة ومجموعة مسلحة، وبالتالي لماذا لم تتفهم إيران ذلك؟ دعني أعطي الفرصة الأخيرة فقط، انتهى الوقت. لا تلقي يعني لا تلقي اليوم فقط على إيران، إنه تدعم جماعات هذا شيء طبيعي، يعني عندما هناك دعم يعني على الجانب الآخر من الحدود دعم لجماعات انفصالية تعادي إيران، هذا شيء طبيعي. الجانب الإيراني أيضا يقوم، ولكن نحن نأمل أن ننتهي يعني من المجموعتين. يعني أنا أعتقد ما قامت في باكستان اليوم هو يكمل الدور الإيراني أيضا. نعم انتهى وقت، فقط انتهى الوقت، دعني فقط أعطي ربما نعم نصف دقيقة وأكثر بقليل. سيد عبد الكريم، كيف ترد على ما قاله سيد مصدق بور؟ هو الأستاذ مصدق لعله يعترف بأن هناك حاجة للبلدين بأن ينسق تبادل الاستخبارات، وأن يتعاونا معا لكي يحكموا السيطرة على الحدود للبلدين. طبعا نحن اتفقنا الاتفاقية الأخيرة، كنا توصلنا إلى أن يكون ضباط الجيش الباكستاني على حدود من الجانب الإيراني، وكذلك نسمح لضباط من الحرس الثوري الإيراني كي يأخذوا ويتخذوا مكانا لهم على الجانب الباكستاني، وينسق معا لإحكام السيطرة على الحدود، عدم السماح للإرهابيين بأن يخربوا أو أن يفسدوا العلاقة الودية بين البلدين. نعم، بإجابة واحدة، هل هذا ممكن الآن أم أن هذه المنطقة مؤهلة لأن تكون بؤرة لصراع هذه المرة لدولتين إحداهما نووية والأخرى تسعى لامتلاك سلاح نووي ليس كأي صراع؟ اليوم
اليوم عندما استمعت للمسؤولين الباكستانيين، وأيضا الحوارات التي جرت اليوم على الإعلام المطبوع والإعلام المرئي، وجدت جميعا أنهم متفقين على التوصل لصيغة تكون واضح تحتفظ باحترام البلدين، وتكون طريقة التنسيق والتعاون بين البلدين للتغلب على مثل هذه المشاكل. نعم.